يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المصنف رحمه الله: ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، ما معنى هذه العبارة الأخيرة وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة؟ يعني الذاتية، صفات الله الذاتية، لأنها قديمة أزلية بقدم الله وأزليته جل وعلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: خلاف الفعلية، الفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد، أما الذاتية فإنها قديمة وأزلية بأزلية الله جل وعلا. نعم.